ودي أسوان الجميلة، دي الجزء الثاني من رحلتي في مصر. فعلا مكان ساحر، رغم كل عمري دوت أنا عمري ما رحت أسوان، عمري ما شفتها، بس المرة دي نزلنا على شرم ونزلنا على أسوان. فعلا بلد خلابة، مش جميلة بس، هي بكل المقاييس جميلة. المناظر، الناس الطيبة قوي 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 اللي هناك، المساعدة، الأكل، كل حاجة فيها رائع، بجد رائع فوق التخيل والتصور وكل شيء. فيها أماكن كتيرة جدا جدا. أنا كنت نازلة في منطقة اسمها القرية النوبية. القرية دي هي بلد صغننة كده، يعني هو أوتيل، مش أوتيل، هو مثلا فيه كذا كذا غرفة وبس، موجودة في القرية نفسها. رحناها، كنت أنا وصديقتي، كانت أجنبية أول مرة تنزل مصر. بصراحة يعني كانت أعجبت جدا جدا بالمكان. احنا كنا قاعدين تقريبا على النيل نفسه، يعني بنحط رجلينا في النيل نفسه. البيوت نفسها شكلها، انتوا متخيلين؟ بصوا المنظر دوت، ده بيت، انت متخيل المنظر المعماري والالوان والبهجة. انت بتخش القرية دي بتحس ان انت سعيد، في كل شيء انت سعيد. طبعا زرنا اماكن كتيرة، ده كان فيلا، زرنا معبد مش فاكرة اسمه بالظبط. بصوا انتوا دي وانتوا ماشيين في الشارع، الحيطان نفسها موجود فيها الصور الجميلة دي، موجود فيها محمد منير، الناس القديمة الجميلة. اه ده بالظبط كده البيت اللي احنا كنا عايشين فيه. انت بتنزل بتلاقي نفسك في النيل نفسه. هنا دي الاوض، بص الوان الاوض. الاكل هناك انا ما شفتش حتة فيها اكل طعم بالمنظر دوت، اللحمة، الفراخ، السلطات، العيش، القعدة. ده انت قاعد وقاعد على النيل على طول، انت باصص على النيل على طول، وده اوتيل. يعني كل الحاجات اللي احنا قاعدين فيها دي اوتيلات. بتخرج بره في البلد، في اسوان نفسها، بتاكل اسماك. دوت بقى، بصوا محمد منير، صور محمد منير، صور الفنانين القدام. ده بيت، بيت، احنا دخلنا بيت في القرية ديت بتاع ناس مربيين كروكودايل، اسمه ايه، تماسيح. ده صغير، في الكبير. الناس اللي جوه قاعدين، هم عيشتهم هناك، سريرهم، بيوتهم، اكلهم. بيعملوا لك بقى اللي هو الحنة ديت، الرسم على الايدين. ده في البيت نفسه، ان انت بتطلع فوق بتلاقي الحاجات ديت متواجدة، هم بيبيعوا للناس الانتيك ديت، الحاجات اللي هي المتواجدة عندهم، الحاجات اللي هي الفرعونية او حاجات اسوان، او بجد جميلة كل حاجة هناك في البيوت دي نفسها. فكانت صاحبتي منبهرة بصراحة بالموضوع دوت، ايه ده، معقولة في بيوت بالمنظر دوت؟ واحنا سألنا الناس، هل انتوا فعلا عايشين هنا؟ قالوا اه ده بيتنا، بس احنا محولينه لكده، دي القرية دي كلها بالمنظر ده، بالفرعوني، الارقام كبينها. ده كان معبد اسمه معبد فيلة، معبد انت بتشوف من الناحية التانية، انت موجود في دوت وبتشوف الناحية التانية منظر الفيلة، ده اللي انتوا شايفينه، ده الناحية التانية. احنا لو قربنا شوية هنلاقي شكل الفيل نفسه هو موجود، عشان كده سموه فيلة. المواصلات بتاعتك انت طبعا ممكن تاخد زي ما انت عايز، توك توك، اوتوبيس، تاكسي، بس كان احنا واخدين بصراحه حكايه اللي هو الكروز، الباتو ده اسمه المركب، بتتنقل فيه. وده احنا داخلين على الريستوران اللي احنا هناكل فيه. يعني انت متخيل انت بتخش على الريستوران، المطعم اللي انت بتاكل فيه. القعدات كلها بسيطه، قعده مصريه بسيطه، بتنزل تقعد على الارض، الترابيزات على الارض، المنظر الجميل ده، الناس هناك حلوه قوي، ومش عارفه اقول لكم ايه قد ايه هي طيبه وجميله وبتخدم. ده زي ما انا مش عارفه ايه بالظبط دوت، بس زي ما يكون بيسين كده احنا كنا قاعدين فيه. ده برضو جزء من البيوت التانيه، بيبيعوا بقى اللي هي الانتيكات ديت. القعده دي تخيلوا الصبح كده وانت قاعد بتفطر الصبح بالمنظر دوت، مش عارفه اقول لكم قد ايه قد ما كان منظر رائع وجميل. البيوت فيها دي الاوض، يعني دي كده الاوض اللي هي بص على النيل على طول. الوانها
ده كنا واخدين توك توك كنا واخدين توك توك معرفش هو كده حاجه موتوسيكل كده. بصوا مدخل البيت او الاوتيل دوت بسيط ومبهج وغريب وجميل وكل حاجه جميله. ده خدنا تقريبا كنا 3 ساعات بين القريه ديت وبين المكان اللي هو دوت. دي كانت صوت والضوء يعني، كان بصوت الممثلين بتاعنا العظماء محمود ياسين، سهير البابلي، سهير مش فاكرة الأسماء بالظبط، بس كل الممثلين انت مبسوط ان هم بيحكوا القصص بتاعتنا بصوت ناس عارفهم. تحس بحاجة كده يعني مش عارفة، تحس انها روح جميلة، تحس ان انت عايش في مكان تاني خالص. اجمل حاجه ان صاحبتي كانت لابسه زي زي الفرعوني، كانت محضره للرحله ديت بالزي الفرعوني بتاعها بالاكسسوارات بتاعتها، يعني كانت متاهبه. انا رايحه لمصر، انا رايحه للحضاره، انا رايحه لديت، فكانت رحله جميله جدا.